اول واحده ممكن تركز معي انا وتاكد هذا فيها محظورين الاول من الاول خلي واحده انت قاعد في قاعه تدريبيه وفي متدربين تحب تحسني ابي اطلب منك ايش في ليش متحقق على ايش في الشيء الثاني البديل اسم ما ننقل حركه ما اشتقت من هناك بالحديد ما توجهت بالحديد فالعادة علمنا انه ما طار في معي اكثر من انتقد الى شخص تغذية راجعة بعض الزملاء يحصل الزميل على تغذية راجعة من الزملاء بعد أن قدم عرض يحصل على تغذية راجعة نستخدم أسلوب التدريب المصغر وهو أنه فتح أكثر من قاعة الزميل يقوم بعملية الآن تقديم برنامج المجموعة مصغرة من الزملاء ثم بعد ذلك يحصل على تغذية راجعة بعد المدرب المساعد يقوم أيضا برصد الملاحظات الزميل يقوم بعملية تلقي التغذية الراجعة من الزملاء يركز بشكل كبير جدا على تقبل التغذية الراجعة ويستخدمها في عمليات التحسين بعد الزملاء الآن Thank you.